صباح الخير من جديد، ووصلنا للساعة الأخيرة مع مطبخ يوم جديد والشيف علا نيرو، وخلينا نشوف شو الأطباق اللي بدها تقدم لنا إياها اليوم. صباح الفل. صباح الفل وياسميني قمر، الله يعطيك ألف عافية، وصباح الورد لكل المشاهدين الأفاضل خلف الشاشات. اليوم بمطبخ يوم جديد بدي أسوي لكم سندويشات تكة. سندويشات التكة رح تكون شوي مدخنة بنكهة كتير طيبة، ورح أستخدم فيها الخبز الصغير كعب الفنجان بالإضافة إلى سلطة المعكرونة. سلطة المعكرونة رح تكون بسوس الأورنج، يعني سلطة المعكرونة إحنا بنعرف كلنا معكرونة مسلوقة بالإضافة إلى العديد من الخضار، ولكن الصوص دائما مهم بموضوع النكهات، وخصوصا إذا كان فيه عدة صوصات بالإضافة إلى عصير البرتقال. كل التفاصيل أكيد رح تكون أحسن وأفضل وأحلى مع الزميلة ألكسندرا البوري. بس كمان سندويشة مدخنة ونكهة تكة وسندويشة من برا ومن جوا، إشي كتير مرتب. حبيت هذا هو خبز كعب الفنجان، هو المفروض يعني أنا اصغر، بس يعني هذا اللي هي يعني انا بعرف انه في خبز صغير، بس بعرفش حبيت الاسم. هو كعب الفنجان الاصغر أصغر. بيكون بحجم اللقمه، بس هذا هيك صاروا يكبروها للسندويشات والبوفيهات. اللقمه يعني هاي هي اذا الوصفه. بدي اصبح هلا كمان شوي بالتفصيل اكيد على كل الاشخاص اللي عم بيبعثوا لنا على السوشيال ميديا على صفحه يوم جديد. صرنا موجودين معكم على الهواء مباشره اكيد بالاضافه للشاشه الصغيره، وأيضا أرقام الهواتف هلأ بتظهر أسفل الشاشة. ولكن خلنا نكسب وقت ونعرف وصفتنا الأولى شو المكونات اللي بنحتاج لإلها. يلا نشوف الوصفة الأولى اللي هي عبارة عن تكة ساندويش مدخن. بنحتاج لها الوصفة خبز عربي أو الشراك طبعا حسب الرغبة وحسب المتوفر، خس مقطع، مايونيز، صلصة فرنسية، ونعرف أكيد من الشيف علا هلأ كيف ممكن نسويها أو ممكن نشتريها جاهزة، فحم مدخن عشان يطلع معنا التكة مدخن، بالإضافة لتكة دجاج وهلا بنعرف كيف ممكن نقطعه اللي هو عبارة عن نصف كيلو من صدر الدجاج مقطع. كمان بدنا نص كوب من اللبن الرايب ومعلقتين كبار من رب البندورة، بالإضافة للثوم المهروس. كمان بنحتاج لهالوصفة زيت نباتي، عصير ليمون، ملح وفلفل، بهار مسالة، أيضا بدنا ثوم وبصل باودر وبهار دجاج. هاي هي المكونات. طيب، وهي كمان شير على صفحة التلفزيون الأردني، صفحة يوم جديد بالإضافة إلى صفحة مطبخ التلفزيون الأردني. كل التفاصيل أكيد رح تلاقوه عليها بكل ما يخص الطبخ، سواء كان نصائح، نهفات، ممكن هيك نصيحة مرور الكرام، يعني كل إشي بدم دوينه ونشره على هالصفحة الجميلة، وهي مختصة أصلا فقط بالمطبخ. وإحنا نزلنا كمان مباشر على كل الصفحات اللي بتمثلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تمام، بسم الله. يلا هاي أرقام الهواتف نزلت أسفل الشاشة لكل الأشخاص اللي حابين يتواصلوا معنا باتصال هاتفي. وأنا خليني أصبح على أم محمد الفراهيد، محمد ريالات، أمل دياب، جواهر بني صخر، صقر النتشة، نور الدربيع، انشراح الحباشنة، فيصل عمرات، رجاء بدوية، عايشة الشطي، أنوار شواهنة من الصل، تحياتنا إمرامي كنعان، إنعام الناصر، إمسارة. بعتولنا أسئلة. هلأ السؤال بجر سؤال، ورح تعرفوا قديش رح تستفيدوا لما جاوبكم الشيف علا فريال قصراوي. أيضا بدنا نصبح كمان على مين، أمل حتاملة، صباح الفل، إمرائد الرواشفة، أبو علي الشبيطي من إربد، تحياتنا روان جماز، صباح الفل. شوف إذا في أي أسئلة خاصة بالتفريغ. وليد بصول، صباح الخير. أنا بدي أسألك سؤال. خالد أبو خجيل، صباح الخير. الحويرنة هلا بما إنها موسم الحويرنة بدنا نعمل أوكي. وأنا يعني من عشاق الحويرنة، أنا هاي الأيام تسأليني شو بتاكلي بقول لك خبازة وحويرنة، خبازة وحويرنة طول النهار. نقدر نفرزها؟ يعني إحنا بنعرف كيف بنفرزها، بنفرزها ورق يعني؟ إحنا عادة بنجيبها ورق. هلا أهم إشي بالحويرنة صراحة سلاح ذو حدين. مع الحويرنة لما بقطفوها وبلموها وبيعملوها ضمم بيكون في اللي هي مرير أو مرار،
اللي هو بيكون عرقه رفيع وبيشبه شكله شكل الحورنة. كيف بدي أميزه؟ بيكون الورق تبعه هيك مذبب إله بوز. أنا رح أجيبها هون على الهواء وأرجيكم إياها. أوكي ممتاز. بعدين إحنا عادة بنغسلها بمي وملح، بنقول بنكبسها أو بنكدسها بمي وملح. بنزل المرار طبعا. فأنت بنزل المرار نعم، بعملها زي هيك كرات بعد ما حطت عليها المي والملح وعصرت منيح المي منها، وزي ما هي كرات بحطها بكياس التفريز. لما أنت تيجي تطلعيها من الفريزر هي زي ما هي، بس ارميها بشوية لبن. ممكن تحطي، احنا بنحط معها صراحة عشان يعطيها شوية الحموضة اللي هي لبن شنينة، وممكن تحطي لك معلقة لبنة. بس كيف بنفرزها؟ بدها تكون مكبسة ومعصرة منيح من المي، مكبسة بالملح أهم شيء. أوكي ممتاز. عشان يعني الناس اللي زيي بيحبوا الحويرنة وبدهم يحتفظوا بالفريزر بالحويرنة، هاي طريقة التفريز، وإن شاء الله بتعملكم إياها كمان الشيف علا. شو عملنا هلا؟ هلا بدنا نعمل خلطة التكة اللي هي راح تكون حطيت لبن رايب، حطيت معجون الطماطم، ممكن تحطي البيست تبع التكة اللي هي بيجي معجون بالسوق، في ما في ممكن تحطي بهار تكة أو بهار جرام مسالة، حطيت توم وبصل باودر بالإضافة لبهار الدجاج، ملح وفلفل من الكسيح. منصبح على كل شركائنا بمطبخ يوم جديد، الله يعطيهم العافية والصحة جميعا. هاي ملح كمان من الكسيح، حطيت عصير ليمون وتوم مهروس لما تصير أموري تمام. بالإضافة لعصير الليمون رح نحط شوية زيت نباتي، لأني أنا بدي أشوح صدور الدجاج على الجريل أو على المقلاية. تمام يلا ناخد سناء. بسم الله. سناء عم تحكينا من جرش. صباح الفل يا سناء. صباح النور. أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. شو أخبار؟ قدي عمرك يا سناء؟ الحمد لله. قدي عمرك؟ 14. العمر كله يا رب. مع مين عم تحضرينا؟ 14. العمر كله. انت ومين عم تحضرينا؟ من التلفزيون. مع ماما. من التلفزيون. مع ماما. راسكهم. يعني انا بتمنى انه نضلنا بهاي الروح، نحافظ على العفويه الجميله اللي موجوده فينا اللي بنفتقدها احيانا. طيب سناء، بتاكلي من ايدين والدتك بطرق الشيف علا؟ بتعملكم زي ما الشيف علا بتعمل؟ نعم. هاي الشيف علا ما بدك تصبحي عليها؟ يلا. قديش عمرك باول الطريق؟ 14. 14. صباح الورد. كيفك شيف؟ كيفك شيف علا؟ انا منيحه، اهلا وسهلا. صباح الفل. يسعد صباحك. الله يسعد هالصوت يا قمر، اهلا وسهلا. يسعد أكلاتك، منورة على الشاشة. الله يسعد هالصوت. أهلا وسهلا يا أمر، صباح الورد. تمام. في سؤال ما شفتش الاسم، بس بقول شو هم البهارات السبعة؟ البهارات السبعة هي مجموعة من البهارات الستاندر، بفوت فيها الهيل المطحون، الزنجبيل، بفوت فيها بهار اللحم، البهارات الستاندر يعني اللي هي بتزبط لكل إشي. مشان هيك بكتير من الطبخات بقول لك حط البهارات السبعة أو بهار الطبيخ، بهار الطبيخ اللي بزبط لكل إشي. تمام. سواء جاج أو لحم، بس عادة إحنا بنستخدمها مع اللحم بأغلب الأحيان. تمام. هلأ هون يا ست العزيزة حطينا صدور الدجاج، قطعناها بيف ستروجانوف مثلها طبعا، او قطعناها شاورما زي ما بدك، وبعدين انا خلطتها بهالشكل وحطيتها لحتى اعمل لها نقعه. هلا كل ما نقعتيها اكثر كل ما كان اطيب صراحه. تمام. وبعدين خليها اقل شيء ساعه او ساعتين، بنحطها بالمقلايه وبنشوحها لحتى يستوي معي الدجاج. بس اهم شيء الشرط الاول والاخير، ما تغطي عليه نهائيا، الدجاج رح يبخ مي، ممكن يزنخ وممكن يخرب لي خلطة التكة. فإحنا رح نقليه لما نحصل على هذا القوام، مشان هيك رح تحسيها صارت يعني كتير غنية بالنكهات، لأني ما غطيت عليها فما بخت سوائل. تمام؟ تمام. هاي يلا. شكل الدجاج. خليني أصبح على أم محمد الحيح، عبد الرحمن بلاونة، أم حمزة بركة، حمزة صوالحة، أم فراس ياسين. أم محمد الحيح بتبعت لنا من فلسطين، صباح الورد لإلكم. خديجة الحنتولي، يا صباح الفل. خالد أبو خجيل، أم رأفت حرباوي، أيضا هدى عناب، صباح الخير شكرا لإلك. نوال نصيرات، جوان أبو هلالة، أيضا بدي أصبح على علي ربيحات، صباح الخير. مازن الملا أو مازن الزيود، صباح الخير. لورا الكسواني،
من أطيب الأكلات الحويرنة أصدق صراحة أنا بحبها. خلينا ناخد كمان اعتدال خالد صباح الخير، وناخد رنا عم تحكينا من عمان. صباح الفل يا رنا. ألو صباح الخير. أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله تمام، أنتو كيفكو؟ احنا مناح الحمد لله والله منورين. تسلمي يا حبيبة قلبي. شو ماما طبخت لكم مبارح؟ والله مبارح منا منسف. منسف يا سلام. الله، لا هاي يعني أكلة ما بتتفوت صراحة. شو هالأكلات الزاكية اللي بتعملوها؟ هاي الشيف علا هي اللي بتعمل الأكلات الزاكية. قولي لها. أهلا وسهلا يا قمر، صباح الورد. صباح الخير، كيفك يا شتولة؟ أنا منيحة الحمد لله، شو أخبارك؟ والله الحمد لله. شو هالأكلات الزاكية اللي بتعمليها؟ زاكية للزاكين، من وين عم تحكينا؟ أنا من السلطة، ساكنة بعمان. يا سلام يا سلام، أهلا وسهلا فيكم يا قمر. الله يسعدك، والله أنك فنانة مصلى عليكي. حبيبتي أهلا وسهلا يا قمر، سلمي على الأهل. بحس طبخاتك فن مش طبخ يعني. يا سلام، إحنا بنحبك كمان، أهلا وسهلا فيك يا حبيبة قلبي. بالله بدي أحكي لك، عاملين برنامج برمضان؟ آه ولا على الساعة 1:30، ورح نكون ساعة ونص إن شاء الله مدة البرنامج. إن شاء الله، بصير أودي سلامي؟ بصير ونص وعشرة، يلا. والله بدي أودي سلامي لبنت أختي رهف وياسمين ورفيف. إن شاء الله يكونوا عم يسمعوك، صباحك وصباحهم فل وياسمين. صباح الفل. بعدك يا رب. أهلاً يا رنوش. أم موسى رحايلة صباح الخير، رنيم، أبو تقي النوايشة. كمان بدي أصبح أم موسى الرحائلة، قلنا زوزو قندلفت، ليش بيقسى معمول التمر بعد الخبز؟ زوزو عم تسأل. معمول التمر إذا كان بسميد أو كان بطحين بيكون كمية الأدام أو كمية السائل اللي هي المي قليلة، أو بيكون فرنك حامي كتير سحب كل رطوبة العجين. هاي الأسباب، انتبهي يا زوزو أنت عم تعمليها. وصال مجالي صباح الخير، كمان آيات الشواوري صباح الخير، صخر الهزاع صباح الفل، بدهم مفتول. أوه عملناه كتير كتير كتير، رح تلاقي صخر أكيد على اليوتيوب. أم موسى الزعبي صباح الخير، طريقة تعليب البندورة الطازة زي اللي بالمولات، بدها تعصرها وتملحها صح، وبعدين بدها تجيب مرتبانات زجاجية لتحافظ على عمر البندورة، والأهم بدها تطبخها على الغاز عشان تطلع منها السوائل عشان ما تخرب أو تحمض تعفن أو تعفن. نعملها على الهواء يتدللوا. هاي هي الطريقة. وخلينا ناخد أم رائد صباح الفل. أم رائد أهلا. صباح الورد. أهلا وسهلا، تحياتنا، كيفك؟ الله يسعدك والله الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله دائما تكون بألف خير. الله يسعدك يا رب. هاي الشيف علا معك، بدك تسأليها أي سؤال بدك تصبحي عليها تفضلي. أصبع عليها. صباح أهلا وسهلا، صباح الورد. الله يسعدك والله أنا بفضل صبت أتفرج عليك حبيبتي. الله يسعدك، أهلا وسهلا فيكي. الله يسعدك يا رب، تسلموا إيديك على الطبخات الزاكيات اللي تسويها حبيبتي. الله يسعدك، جربتي إشي من وصفاتنا؟ أكيد آه، نتعلم منك كثير. كله تمام، الأمور ماشية زي ما بدك؟ الله عليك، الله يحفظك حبيبتي، والله يخليكم. شكرا يا ام رائد، تسلمي. اهلا وسهلا. هلا عطيتي انت الدريسنج الفرنسيه او الصلصه الفرنسيه, الفرنسية والمايونيز. نعم، حبيتي تحطي اشياء ثانيه انت حره، بس يعني هيك بصراحه بيلبق مع نكهه التكه. بعدين حطيت قطع من الدجاج بدون صوص التكه، الخبز رح يتشتش. هلا بنقول لك شو رح نعمل برا. وحطيت خس مقطع جوليان كثير رفيع، تمام. بعدين رح اكبس عليها بهالشكل. من الخلطه اللي زادت مني من ورا الدجاج حطيت عليها نقطة زيت نباتي، تستخدمي فرشاي أو إيدك أحن عشان الخبزة ما تفرط معانا. رح ندهن من برا، الجريل صار على الغاز عند أليكس، بدي درجة حرارته تكون عالية. أي اسم الله موجود ومحطوط قدامي عشان سندويشات تنحط قدامي. نعم. عبد الرحمن البلاوني صباح الخير، أيضا صدام أبو سليم صباح الخير، إمشادي حتاملة الله يعافي عمركم يا رب، ام حمزه عاشور، اسيل المريات، هنا عواد، ام فادي صباح الخير، محمد عليوه صباح الخير. وخلينا ناخذ اماني. صباح الخير يا اماني. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي وبكل اللي عم بتابعونا من معدبة. الله يسعدك، ممكن احكي مع الشيف علا؟ طبعا، هيا عم تسمعك تفضلي. اهلا باهل مادبه، اهلا وسهلا.
اهلا فيك يا علا، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا يا قمر. اول طلب بدي اطلبه منك يا علا بدي رقمك. ثاني طلب. ثاني طلب عن جد اشكرك على الاكلات اللي كثير كثير جاك تعمليها. حبيبتي اهلا وسهلا فيكم بكل وقت يا قمر حبيبتي، نورتينا. الله يسعدك. وبدي اول شيء تحيه يا علا لامي بمعين. قولي اعطيني اسمها اول عشان انا كمان اصبح عليها. هي بمعين والدتها. أم عبد العزيز الحزماوي. أم عبد العزيز إن شاء الله بتضل لك يا رب، صباحك وصباحها زي الفل يا رب. الله يسعدك علا، أهلا وسهلا وميت مرحبا. في سؤال هلأ بس بذكر الاسم بس يطلع، بس تذكرت السؤال، بيقول الحويرة هي نفسها الكبسة؟ الحويرة هي الكبسة، ممكن اختلاف مسميات. أنا ما يعني الكبسة ما عمروش مر عليها هذا الاسم صراحة. هلا كمان بصبح على اللي بعثت السؤال، ام خضر الكرديه صباح الخير. صوفيا الزواهري صباح الخير من عجلون. ريم احمد اهلا وسهلا. خالد ابو خجيل سهام صباح. ايمان الكيلاني، لورا الكسواني، وليد البصول صباح الفل عليكم. وليد بصبي علينا من مستشفى الملك المؤسس، طبعا كانوا ضيوفنا هذا الصرح الرائع والجميل، اللي يعطيكم ألف عافية ويعطي كل الكوادر والله يشفي جميع المرضى. فيصل عمرات صباح الخير. ريم حرز الله صباح الخير. أم موسى حرز الله صباح الخير من أبو ظبي، تحياتنا أكيد لكل اللي عم بتابعونا من الخارج وأيضا من الإمارات العربية المتحدة. خلينا ناخذ اتصال روان. صباح الفل يا روان. صباح الخير. اهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. كيفك شيف علا؟ اهلا وسهلا، صباح الورد. شفتي هاي السندويشات الصغيرة المتكتكة اللي جنبي؟ بتجنن والله. يخليك شيف علا. اهلا يا قمر، صباحك فل. ياسمين انا صادفتك مره بالشارع وما شاء الله عليك. كيف كانت ردت فعلي؟ هيك هيك ولا لا؟ قولي قولي حبيبتي معك. بقول لك نفس ما انت لسانك بجنن، يعني لا متكبره ولا شيء، ما شاء الله عليك حبيبتي. انتو البركه يا قمر حبيبتي. بدي اهدي سلامي لام سليم الجماز، بتتابعك كل يوم. نعم حبيبتي، ان شاء الله تكون عم تسمعك. صباحك وصباحها. اكيد طبعا فاتحه عليك كل يوم بتتابعك. احلى صباح لك وإلها، ان شاء الله تكون سامعتني وسامعتك وتعزمك على الغداء وتريحك من طبخه اليوم. والله انا اللي اعزمها بس كيف تعزمني حبيبتي. ان شاء الله بتسمعك يا ربي، اهلا وسهلا. صباح الخير للجميع. صباح الخير ام اشرف الدعجه، بتصبح على ابنها ابو طلال، تحياتنا. ام باسل الطلاع صباح الخير. عبير الرابي شكرا لك صباح الفل. زينب النحاس، ام نعيم، هيام الخطيب، قصي الشرع، رنيم الكردي صباح الورد، امال النتشم، محمد ابو محسن تحياتنا. وصباح الخير لوالدتك ام مهند، الله يخليك، خلي جميع الأمهات على رؤوسكم يا رب. والأبهات كمان. طيب هلأ إحنا سميرة المناصير صباح الخير، وأمين مهند الرواحنة صباح الفل. موضوع التدخين ممكن في أشكال وألوان من السندويشات. أنا جبت كمان مني خبزة مني من اللي هي خبز الحمام، بس جملتها بهالشكل، فيكم أنتوا تعملوها من الوشين، دهنتها كمان من فوق ومن تحت، وبس هيك يعني شعطة خفيفة على النار من هي خبز الحمام الميني، ممكن بهالشكل. هلأ فيكي أنت قدامك خيارين، إما بتدخني حشوة الدجاج لحالها أو بتدخني الساندويش. أنا جربت صراحة لما دخنت الساندويش كتير النتيجة أفخم كتير. أوكي خليني. بس هي نفس الطريقة يعني، هلأ اللي بدك تدلينا إياها الطريقة هي نفسها، طريقة تدخين الدجاج لحاله أو طريقة تدخين السندويشة، بس بتفضل الشيف علا إنه فويل تدخنوا السندويشة لأنه بتكون طعمها أطيب. ورقة فويل قصدير رح نعملها زي الصحن، ونخلي الكعب كتير من هون يحمل نار عشان ما أخرب الصحون أو صواني أو البرد، أحطها هيك كمان واحدة للصحن الثاني. تجيب الأطراف على القاع بهالشكل، يعني يكون القاع أسمك شوية. تمام. أبو ماريو دبابنا صباح الخير كمان، هي عم الخطيب صباح الخير، أحمد الشطي صباح الفل، سناء عنبتاوي صباح الخير، هيا الشيخة، أم نزار الحراحشة، سحر عطيات، سلمى الخياط صباح الفل. تمام
هلا الافضل هي الفحمتين صاروا على الأصدرتين. نعم هي اول وحده على السريع بروح بحشر الحشوه اللي هي الدخنه على الساندويتش عشان ما تهرب مني، بدي انا بنكهه تكون صح. ما بتطفي الفحمه هيك؟ لا. اوكي هاخد كمان قطعه من الفاي واجيب كمان شويه زيت عشان ياخذ نكهه. اذا بدك تدخني الحشوه ما بدك تدخني الخبزه بصير انت براحتك. وبعد الفاصل بنقدمها انا وياكم، بتكون دخنت معنا الساندويش وبنشوف شو النتيجه. المدخنة صارت جاهزة ودخلت، طبعا لابد انها تدخل على صالون التجميل وتعمل لها الشفع للرتوش للبرزنتيشن الجميل اللي هلا عملت لنا. يعني حطت لنا فلفل، وهذا الفلفل زاكي، في ناس كثير بيفتح نفسها يعني سندويشه مع فلفل مع بندوره شيء غير شكل. سلم ايديكي ولا عشتي، الله يسلم عمرك. هلا هو صراحه اذا بدكم الصح، خبز عربي العربي اللي هو الخميل مش اللبناني الرقيق، او خبزه الشراك شيء غير شكل. اعملوا نفس الإشي بس بخبزه الشراك بطلع. قديش بيدخنها الواحد؟ إشي بسيط يعني، هذا سؤال صراحه بمكانه واشكرك عليه للامانه، لانه اذا دخنت كثير بصير طعم مرار، زي كيف الزرب لما ينسى الطباخ وتروحي انت تشتريه بعزومه. احنا باحد عزايم رمضان للاسف تم اتلاف كل الوجبه والصايمين المعزومين طلعوا يحكوا علينا، والسبب انه كانت عمليه التدخين زياده عن اللزوم، وكان طعم الحطب يعني بشكل كثير ضارب النكهه، فهو بضرب النكهه بالدرجه الاولى وبالدرجه الثانيه بمرمر الاكل. فزي ما حكت اليكس هي تكه شيله وحطه بس. أوكي. يعني دقيقتين مش يعني أكثر. دير بالكم على هذا الموضوع.